Hello everyone, this is Chef Nadel with you all the way from Norway. In the following series, I will present you with restaurant-grade recipes you can use in your own home. Bismillah <laughs> Zibda 120 g. al 2 Zibda بديل السكر ستيفيا أو أي نوع متوفر عندكم الكمية والنوع هو اختياري بنحرك لمدة ثلاث دقائق على نار هادية بعدين نوضع في وعاء خمس دقائق حتى يبرد قليل والسبب احنا حطناه في الوعاء من شان الزيوت اللي موجودة ما تنزل بالأسفل منشان تبرد شوية بنخلطهم مع بعض وبنسكبهم بالواعة حتى تتوزع كل الزيوت هيك أصبح جاهز نفس الشيء زبدة ستين جرام واحد كوب مكسرات أي نوع مكسرات أنتو بترغبوا فيها بديل السكر طبعا مثل ما حكينا اختياري النوع والكمية ممكن أحط أي نوع مكسرات السمسم الشيا جوز الهند بزور الكتان هي اختياري المهم لكل كوب ستين جرام زبدة سواء مشكل أو من نوع واحد ستين جرام زبدة لكل كوب نفس الشيء بنتركه خمس دقائق حتى الزيوت تهدى وبعدين بنحطه شوية وبنسكبه في الوعاء نوضع مبشور جوز الهند في الأعلى وهيك عملنا نص كوب مكسرات لوحده أنا بديكو خيارات كتير مشان انتو تعملوا المناسب لإلكم والمكونات المناسبة لإلكم هيك زبدة ستين جرام وقليل من ستيفيا وقليل من الفانيلا بدون سكر والسمسم كوب سمسم نفس العيارات طبعا على نار ثلاث دقائق نفس الشيء نترك خمس دقائق تبرد وبعدين بنقلبها وبنسكبها في الوعاء دائما لازم نرجع لنظام الغذائي القديم نظام اجدادنا ليس نظام أبائنا نظام أجدادنا لأنه اليوم النظام الغذائي كله سكر وطحين أبيض كله مكرر ومركهات هيك بنعمل خلطة تانية نوضع لكل كوب من البذور أو أو المكسرات ستين جرام زبدة لكل كوب نوضع لكل لكل كمية نوضع معلقة كاكاو خام بدون سكر انا بدي يكون خيارات في عندي خيارات كتير ولكن ما بدي انا الفيديو يكون طويل هيك بعد ما بردت خمس دقائق نسكبها مشان الزيوت تكون موزعة ما تكون حامية الزيوت السخنة هيك اصبحت جاهزين بنضعهم في التلاجة اربع ساعات اقل شيء نعمل الشوكولاتة زبدة لكل مية جرام زبدة كاكاو خام معلقة مع كبيرة او حسب الزوق قليل من الفانيلا وبنحرك وبنوضع بديل السكر ستيفيا الكمية والنوع هو اختياري اليوم اصبح بديل السكر اصبح صعب علينا احنا تعودنا على السكر تعودنا على الطحين الابيض تعودنا على الاكل غير صحي فلازم احنا نرجع في أيام الاجداد وناكل اكل صحي هيك بعد اربع ساعات بنقطعها بالمقاس اللي انتو بدكم اياه كيفكم كل كوب من الحبوب أو المكسرات أو الجزهند هند ألف سعرة حرارية تقريبا لكل ستين جرام زبدة ثلاثمية وتسعين سعرة حرارية مجموع ألف وثلاثمية وتسعين سعرة حرارية إحنا ممكن نعمل كمية نقسمها على سبع أجزاء كل وجبة جزء تقريبا بتصير الجزء ميتين سعرة حرارية يصير القطعة تقريبا نوضع الشوكولاتة هيك أصبحت جاهزة ودائما التخزين يكون في البراد في الثلاجة تخزين يكون، هي كتير كتير روعة مناسبة للسكري، لمرضى السكري، الكيتو دايت، مش كل المكونات مناسبة لجميع الناس، على الشخص مراجعة نفسه أو إستشارة طبيبه الخاص، في أشياء في بعض المكونات ما بتناسب كل الناس. في أمان الله تزورونا بوصفة جديدة شكرا كثير لكم اتمنى الاشتراك بالقناة وإذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامة